النادي الاهلي بيمثل لي المدرسه اللي انا اتعلمت فيها، الجامعه اللي انا اتخرجت منها، البيت اللي انا بنتمي ليه، الاسره اللي انا اشرف بان انا واحد من اعضائها. الحق الاهلي يعني بيمثل لعشاقه ومحبيه حاجات كتيره قوي يصعب ان الواحد يقولها بالبق. يعني الاهلي هو السكن، هو المأمن، هو الملاذ، هو المأوى، هو اللي يعني الواحد يعني بيحب ان هو يتكلم عنه، يفخر بيه، يعني يفكر فيه. بنتمنى للنادي الاهلي السؤدد والفخار والتقدم والرقي باذن الله. الحقيقه ان الاهلي بيميز بحاجات كتير قوي، يعني إن لو قلنا ان الاهلي مش بطولات بس، مش فنيات بس، مش لعيبه وفرسان وانتصارات ومكاسب بس. الاهلي زي ما قلت لحضرتك هو جامعه، هو مدرسه، هو يعني في اهم حاجه فيه الدساتير والبروتوكولات. المبادئ عند الاهلي لا تتجزا، والقيادات تبدع، تبتكر، تتفنن، تخطط، تقود، انما كله يمشي في اطار المنظومه. المنظومه القياديه في الاهلي منظومه تعاونيه جماعيه لا تعترف بالخروج عن الدائره التي تدور فيها حلقات المنظومه كلها. قيادات فاداره فاجهزه فنيه فلعيبه فجماهير. والحقيقه كل حلقه من دولت لها سمه خاصه، لها ميزه، لها نكهه، لها يعني ريحه. الحقيقه يعني لو مسكنا كده الحلقات دي، الحلقه القياديه انت تشرف ان انت قيادات النادي الاهلي دي يعني هي خلاصه العناصر البشريه الموجوده في مصر. قيادات سياسيه وقيادات تاريخيه وقيادات استراتيجيه وقيادات فنيه. انا شخصيا تعاملت مع القيادات دي، انا سن صغير كده بس ما عدتش يعني ال 70 بس، فتعاملت مع من اول الفريق عبد المحسن كامل مرتجي. تعاملت مع الفريق عبد المحسن كامل مرتجي كاحد جنوده وضباطه في القوات المسلحه، وبعدين تعاملت معاه كرئيس مجلس اداره نادي. فالقيادات المتتاليه بعد الفريق عبد المحسن كامل مرتجي اللي قبليهم انا كنت اقرا عنهم واتابع تاريخهم، انما من اول كابتن سياده الفريق اول عبد المحسن المرتجي، فبعد كده بقى الكابتن عبد صالح الوحش، الكابتن صالح سليم، كابتن حسن حمدي، كابتن المهندس محمود طاهر، وبعدين الكابتن محمود الخطيب. لكل من هؤلاء سمة خاصة، ميزة خاصة، إمكانات عالية، وكل منهم وضع لبنة في صرح النادي الأهلي الشامخ. هذه اللبنة ميزتها أنها متينة، صلبة، قوية، تعلي البنيان وتدعم الصرح. أنا عشرت وعيشت هذه المبادئ، يعني أنا أذكر عشان تعرف أن المبادئ لا تجزأ. يوم أن كان الكابتن صالح سليم، وأنا كنت قريب من الكابتن، أزعم أن أنا كنت قريب من الكابتن صالح سليم شوية، وكان بيختصني كده ويقربني منه، وكنت أشرف بأن أنا صديق عائلة سليم، الكابتن صالح والكابتن عبد الوهاب والكابتن طارق. كان الكابتن صالح سليم رحمه الله ده يعني قيادة تاريخية أسطورية، لا أعتقد أن الزمن هيجود بمثلها تاني. لكن هو كان تدرج من لاعب فكابتن فمدير كرة فعضو مجلس إدارة فرئيس مجلس إدارة. يوم أن كان مدير كرة وحصل القرار المعروف التاريخي ان مروان كنفاني حارس المرمى عمل خطا في منطقه جزائه يستوجب رميه جزائيه او بينالتي يعني،
وكان الحكم الكابتن محمد دياب العطار، الكابتن الديبة السكندري المشهور المعروف، واحتسب البنالتي والناس هاجت، واجتمع مجلس إدارة الأهلي لاتخاذ قرار حاد وشديد ويقلب موازين القوة في الدوري الممتاز. دخل كابتن صالح سليم على المجلس وهو مجتمع بمنتهى البساطة وقال بصوت أكيد واثق: البنالتي صحيح، الخطأ واضح، أنا كمدير كرة عاقبت الكابتن مروان، وما فيش ما يدعو إطلاقا لأن أنتوا تعملوا أي تبعات أو أي هذا. دي مبادئ الأهلي، الحق يعلو ولا يعلى عليه، المصلحة الذاتية تتوارى تختفي أمام المصلحة العامة. هو شايف أن البنالتي صحيح، هو مدير كرة عاقب اللعيب، دخل للمجلس قال لهم الحقيقة، المجلس انفض ولم يكن هناك أي تبعات بعد كده. دي تمثل لك إيه؟ أن الصح لازم يسود، المسؤول لازم يكون ناضج، الفني لازم يختص بفنياته ما يتجاوز حدوده. الحلقة كل حلقة لابد أن ترتقي بنفسها عشان المنظومة كلها تعلو إداريا وقياديا وفنيا، وده اللي احنا بنشوفه في النادي الأهلي. كل واحد بيشتغل شغله ما يتعداش على شغل الآخر عشان الأمور تبقى متكاملة. ولو لعبنا كويس وسيطرنا على أعصابنا هتكسبنا. أول ما بتتخلوا عن الحتة دي أنا مرة اختلفت مع الكابتن صالح يوم أن كان رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، واختلفت في حاجة فنية، يعني شايف أنا أن الجهاز الفني أيامها كان ماسك الجهاز الفني للنادي الأهلي أيامها كابتن أنور سلامة صديقي العزيز وأخويا ويعني شقيقي يعني، والكابتن صلاح حسني وربنا يديهم الصحة. فأنا كنت بشتغل ناقد رياضي في الأخبار، كتبت قلت الناس دي بتغلط قوي وبتاع، فراحوا اشتكوني للكابتن صالح. كابتن صالح من معزته عندي ومكانته عندي تصور انه ممكن يعاتبني او يعني يوقف يعني سلسلة او مسلسل النقد اللي انا كنت منقوده للجهاز الفني، وقال لي نصا كده: انا مش عايزك تكتب الكلام في التليفون. فقلت له: كابتن انا بكتب الكلام ده ايمانا مني ان انا شايف الصح، وانا بوصف وانا يعني املك ان انا اكتب ايه، يعني انا بكتب في الاخبار وما فيش وصايا عليا في الاخبار. وانا الحقيقه بعد ما قلت هذا الكلام انا شعرت ان انا يعني تجاوزت في التعبير، لا سيما ان الكابتن صالح كان بيقربني ليه كاخ صغير يعني. فقال لي شكرا وقفل. المدير رئيس التحرير بتاعي والكابتن نعمان الله يرحمه كان يعشق الكابتن صالح، فراح على طول مديني استمارة 6 ورفدني من المجلة فورا. قال لي: الشغل فين؟ قلت له هو. قال لي: اتفضل. كان عنده لازمة كلامية كده اسمها تعيش تعيش، يعني اتكل على الله انت مش مننا وخلاص. وانا يعني تزرعت بالصمت وخلاص بعدت عن مجلة الأهلي. أنا بشغل فيها حوالي 40-45 سنة دلوقتي وسكت. بعد فترة جه الكابتن نعمان بيحضر تدريبات الأهلي، التقى بالكابتن صالح سليم فقال له: أنا رفضت لك شوقي يا حبيبي. قال له: ليه؟ قال له: لأنه هو تجاوز معاك في الكلام. قال له: ما تجاوزت ولا بتاعه. والراجل عبر عن نفسه: صحيح أنا اتضايقت، إنما الراجل ده بيشتغل كويس. قال له: بيشتغل كويس. بيكتب كويس. قال له: بيكتب كويس. قال له: يرجع نعمان. عاد الكابتن نعمان من الاهلي من النادي الى الجورنان، وعدت انا للمجله بعد ان اترفدت منها لمده اسبوع. دي مبادئ الاهلي، ان الشغل ملوش دعوه بالعاطفه. القيادات بتاعت الاهلي ممكن تغضب، ممكن بشر تزعل تتاثر، انما ما تاخدش قرار ضد المصلحه العامه للنادي ولعناصره ولمجله. النادي الأهلي هو الحلقة الفاعلة الإيجابية الأكيدة في منظومة الأهلي.
الأهلي أنا أزعم إن هو تلتين شعب مصر بيساندوا. لو قلنا شعب مصر 100-110 مليون دلوقتي، يعني مش أقل من 80 مليون مواطن مصري يدعم الأهلي، ليس في القاهرة بس ولكن في كل الأقاليم ومحافظات مصر. الجمهور ده هو اللاعب رقم واحد في الفريق. انتوا قد ايه كنتوا جمهور عظيم لما شفت انا العبرات والدموع نازله منكم في استاد برج العرب بعد ما الاهلي خرج من البطوله الافريقيه امام سان داونز بعد فوزه بهدف وحيد، شفت دموعكم، وبعدين شفت عهدكم، شفت وعدكم، شفت اتفاقكم، شفت تجمعكم خلف اطراح النادي الاهلي وليس افراحه. هكذا عودنا جمهور الاهلي على العظمه بتاعته، ان هو في المواقف تبان اصالته، يبان معدنه، يبان قيمته. ولا شك ان الاهلي في الفتره دي محتاج بقى جمهوره، محتاج اعضائه، محتاج ان كله يتكاتف خلف النادي، لان النادي الحقيقه بيسعى غالبا ودائما انه يرسم بسمه كبيره عريضه على شفاه الجماهير الاهلاويه المخلصه.